مزيخ غافتي اللي زري لنا النهار دي تزولا ثلاث ثيمس تصفحيت بوسعة في ربع صفح كيونو خام دي تزنيق نعادل دي ولد فايت التير ثمان ناخت وعلى حساب النساء لن نسرة بس أوسليه يثتين يبين ثروي حين ثلاثة جمدان أذيون ورقز ستين النس كوسن ذي العمريس ثم طوث 40 نس كوسن ذي العمريس يقسم طوث النظام 50 نس كوسن ذي العمريس ثرغامش مثلا ويرند وولغون سرافس أسلوش لكن سبات قيمة تيموفيرين ومازال أورديفان على سبا تمسكي غارت ورا كلنس ولي ذيث ولا في نجي دبي ثيلي زرين النهار ثمر غيوث النقطي ماسك كرين دخل جوان نخام كلنس ولي ودوين ودستيني بوين تروي حين ثلاثة جمدان فلسن أي حفور بي يمود ساون غلافا نصرف قافا غناو عبد الحكيم بالعبد اللي ما ران في الدوني شيا ذن ان البيام وكيف دي نسغا في القديشة كي سي الولاية انتي سمسيلتي وكذا دا كاني شيا ذن تدون ذي ثونتيني قرزن اكو ذي ثمورث السيلين التلويث ذلا مانا سيد احمد هدي بليو على السوايا توقف توقف افتحي اسحبي الموضوع. ظروف انطلاق الامتحان هي ظروف جيدة عبر كل يعني مناطق الوطن عبر كل الولايات، كل الظروف التنظيمية يعني والشروط التنظيمية والتربوية والأمنية واللوجستية تم توفيرها في إحكام، كما قلت يوم الأمس كذلك في مجلس الوزاري المشترك المعقد يوم 16 ماي 2023 كل مخرجات هذا المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه السيد الوزير الأول تم تنفيذها وتنصيبها، وكل الدوائر الوزارية الشريكة معنا في تنظيم هذه العملية بشكل مباشر وغير مباشر قامت بدورها كما يجب. ماذا يعني أن في حين لا ينادو نغلاف أن طرف كذا كان داين إتدون دي كيس ميدلان القوانين مجال يجي وذوي تسفيد الحكومة وتحرص في لسان الدولة الجزائر يفدي مجال في حيلة ذيك هي ذن أكو أسسن فاتيس. ورأيتم في الدورة السابقة دورة 2022 أن هذه الظاهرة أخذ أيلة إلى زوال بفضل النصوص القانونية التي أصدرتها الحكومة، وكذلك بفضل الإجراءات الصارمة والملحة والشاملة التي تقوم بها الدولة الجزائرية لمحاربة هذه الظاهرة، سواء الغش بكل من حيث ما أتى، ورأيتم كذلك أنه ابتداء من السنة الماضية وهذه السنة كذلك نصبت لجان على مستوى لجنة على مستوى كل ولاية ترأسها النائب العام للولاية ومدير التربية عضو فيها، والمصالح الأمنية المديرية العامة يعني المديرية العامة للأمن الوطني. ماذا يعني أن نجمع ظني شيء ذا البيام وكذا دون غلاف هذا كان ديلين هجان لجوية 25 جوان ماذا يعني قنان أغاروس قداش نسل ماذا نبودر دون غلاف هذا كان مازال الثان ساتل دي زاث أني مرشحان خاصة كان إعداد سي عديس. شهادة تعليم المتوسط إن شاء الله ستكون نتائج في حدود يوم 25 جوان، أما بتوظيف أساتذة حمل شهادات الليسونس في التربية البدنية والرياضية فأنهينا يعني كنا تم فتح الأرضية الرقمية للتوظيف للتربية الوطنية ودعوت أبنائنا لحملت هذه الشهادات للتسجيل، وبالرغم من نفاذ الأجل المحددة لا تزال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية مفتوحة لكل، والمقصود هنا هو تسجيل كل حملة الشهادات هذه الشهادات بدون استثناء، وتحصلنا على عدد كبير من التسجيلات. ديما تقوين يقنن غاتعرف كاث دم اشقر وثن المث فضية بالفراحة يخصان ذي تزمارتي وسعدين شيء ذن ان البيام سيس ويتفررين ذي السنة سيجماضة إيجرسل العرج برمضان يغلد صورك ذي أنا تلميذة بالفرح فضية مترشحة لشهادة بكالوريا 2023 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما راكم تشوفوا راني مع الاستعدادات للتحضير لشهادة البكالوريا، أخصص وقتا للحفظ ووقتا للفهم، ومثلا الحاجة اللي ما نفهمهاش نستعين بالزملاء
ولا إخوتي في المنزل إذا كانت يعني حاجة بالعادي يقراوها لي ولا حاجة كما نهار، ولا نستعين بالأساتذة أيضا، هما ثاني الحق راهم واقفين معايا تفاهموا الوضع وتعاملوا معايا يعني كش عادي. وكانت أيضا دون أن أنسى مجهودات زملائي، سواء لي من ذوي احتياجات لي يعني سبقوا أنهم فوتوا البكالوريا، ولا زملائي في الثانوية أيضا لي يساعدوني في أي حاجة مثلا إملاء. الحمد لله حققت نتائج مليحة في الفصول اللي كانت بمعدل 14، ونتمنى أني نحقق ما فوق في شهادة البكالوريا. احنا رانا نجتهدوا ونواظبوا على الدراسة، وإن شاء الله نكونوا نجيبوا معدلات اللي تشرف والدينا واللي نفرحوا بها والدينا، ونتمنى التوفيق للجميع. الأمنية تاعي أني نختم القرآن، أني حاليا حافظة 39 حزب، وأتمنى أني نخدم الفئة تاعي ولو بالقليل. نتمنى أني ندير تخصص شريعة إسلامية في الجامعة. نتمنى ثاني إن شاء الله في الجامعة هذه الفئة فيها ذوي الاحتياجات الخاصة تلقى اهتماما، خاصة فيما يخص مشكلة الكتابة، لأنه كاين بزاف أشخاص يعني راهم يلقاو مشكلة في الكتابة يعني في فترة الاختبارات ولا سواء في الدراسة. يرزون أغلاف أبو المودع لين دون ذي سنان كمال بداري غر الولاية تسمسيل تندي مدن ليماران في الدوني نذيين يقنين غاري يغمان تجيا ذوي ذا العطار ويجي ومود بفودين المذن دو كمال ذوك نذين تموسني أكن دي لا ذي تيرزا يجي وسف دي لتفاق يار الدقس انتداويين إيونا اللي لقديش ذو مود بفود إيونا ذي سنان يشرشان ذاين أري عمنان وذي يسعان اسم فران يوسف دي تيختين سن دوغنار ذو مود بفود إث ذامسا. محمد سعيد أوراقي وغالد سوايا. بناء على مخرجات اجتماع الحكومة الذي عقد يوم 30 نوفمبر 2022 بولاية السمسيلت، هذه الزيارة تهدف إلى تحقيق 4 أهداف. الهدف الأول وهو إعطاء إشارة الانطلاق للأبحاث العلمية في مجال الأعشاب الطبية، بحيث أننا سننتهي من هذه المرحلة الأولى في شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله بتصنيف 400 نبتة طبية، إعطاء إشارة انطلاق إلى شبكة بحثية موضوعاتية بين الوكالة الوطنية للبحث في علوم الصحة والحياة ومتعاملين اقتصاديين في مجال الأعشاب الطبية والزيوت الطبيعية. هي كان الانصاد ديد ونهار تقرى النساء لنسيت مزيغ تدنوع تلك نظام غربي. شكرا جزيلا لك يا راضية. أتغلوا ياكم ونعود.